السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تامر نبيل من قناة اخترنا لك. النهاردة ما فيش موضوع معين، انا حبيت اتكلم معاكم بس في مشكلة بتقابلني، فانا نفسي رحت انا متضايق فمش عارف انشر موضوع جديد، فقلت اتكلم معاكم. يبقى ايه، انزل فيديو اقول لكم فيه مشكلتي وفي نفس الوقت يبقى ايه اثبات وجود عشان ما تنسونيش. يعني كان عندي قناة قديمة قبل القناة اخترنا لك دي على نفس الحساب بتاعها من 2011 تقريبا او 2010، كانت قناة قربت اوصل للتفاعل وكنت عديت فيها الشروط وكده، بس كنت اياميها ما كنتش اعرف يعني ايه يوتيوب وما اعرفش ايه هي كون اليوتيوب، فكنت بنزل عليها بقى افلام واغاني وكده، فطبعا خدت مخالفات الدنيا وفي الاخر دلوقتي هي اتعلقت او اتقفلت بمعنى اصح. فطبعا لما اتقفلت هي طبعا بالايميل، نفس الايميل اللي انا عامل بيه عامل عليها نفسها ساعتها القناه اللي اخترنا لك اللي احنا فيها دلوقتي، فطبعا مش عارف اخش عن طريق الكمبيوتر خالص، يمكن بقالي 3 4 ايام مش عارف اخش من ساعه الجمعه، والنهارده دخلت مره من على الكمبيوتر بعد كده رجعت تاني اعلق، فطبعا انا اللي بعرف ادخل منه هو الموبايل بس، فانا على ما احل المشكله دي ربنا ييسر الحال لحد انا بفكر اعمل قناه جديده تانية مع قناه اخترنا لك برضو، لغاية ما اشوف احل المشكلة دي اشوف هنحلها ازاي، اسأل فيها ناس المتخصصين او الناس اللي عندهم خبرة في الموضوع ده، ولو حد يعرف حل المشكلة دي يا ريت يسيبولي في الكومنت اعمل ايه. قناة شغالة وقناة معلقة على نفس الحساب ومش عارف اخش عليها من الكمبيوتر خالص، وربنا يسهل واعرف احل المشكلة دي، وعلى ما تتحل ان شاء الله ابتدي انزل تاني مواضيع جديدة وكده، وربنا ييسر الحال. انا بفكر فعلا في انشاء قناة جديدة بإذن الله مع القناة دي برضو مع اخترنا لك، بس انا مستني اشوف بس موضوع اخترنا لك الاول القناة بتاعتي دي ايه اللي هيحصل فيها، انا مش عارف اخش فيها معلش اي حاجة وسليمة وشغالة الفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب، بس مشكلتها ان القناة المعلقة اللي اتقفلت دي على نفس الحساب بتاع القناة دي يعني نفس الايميل واحد، فهشوف كده تتحل المشكلة دي ازاي، اسأل في الناس اللي عندهم خبرة في المواضيع دي وربنا ييسر الحال. و يا جماعة لو حد حابب انشر له مثلا الفيديو بتاعه اللي منزله اخر حاجة جديدة او اي فيديو على الموقع المدونة بتاعتي يحط لي رابط الفيديو اللي هو عايز ينزله في تعليق، وانا هخش اخد الصورة المصغرة ورابط الفيديو ده واحطه في الموقع عندي مدونة عندي الحمد لله يعني قديمة بلا كذا سنة يعني، عدد الناس اللي دخلت حوالي 170,000 وحاجة بدخل على كل يوم يعني عشرات من الناس وكده، يمكن تبقى حاجة افادة ليكوا يعني وكده، وبقى اشوفكم على خير يا رب، ودعولي كده المشكلة بتاعتي تتحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.